يا ملكات في الكون، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير وعلى خير ان شاء الله، تكونوا بخير وفي احسن حال. اليوم غندير معكم واحد الوصفه، هي وصفه وباش غناكلها. الوصفه هي غندير السبانخ بالبطاطا وغنرافقهم بالخبز. الخبز بحال شكل ديال المخمار، المهم اول حاجه هنا غنبدا معكم المقادير. هنا غادي نحتاج في البهارات، عندي الملح، هنايا الثومه وسكنجبير، هنايا شويه الحار، الكركم، وهنايا دوك العطريه ديال التيكا والتندوري مخلطين بحال قلتو، نص هكا ونص هكا، راه كتجي رائعه بها. المهم نتوما غتشوفوا الوصفه وغادي تردوا عليا. هنايا عندي البطاطا، وهنا عندي السبانخ. سمحوا لي، هنا عندي السبانخ، وهنايا غادي نحتاج مطيشه والقزبور، وبطبيعه الحال غادي نحتاج الزيت والبصله، نسيت ما جبتهمش. المهم هانتوما غادي تشوفوا الوصفه كما هي. هنايا عندي الطحين، وهنايا عندي الخميره، عندنا الخميره، وغنزيد الملحه، ها هي الملحه ثاني نسيتها، وهذه الخميره ديال الحلوه، وغندير معاها واحد القطره الزيت وخلاص الماء. Everyone, welcome to my channel. Today I'm going to make spinach with potato, and for the ingredients I'm gonna need cilantro, tomato, here I have tandoori and tikka spices, I have salt, garlic and ginger paste, chili powder, and here I have turmeric powder. I have also spinach, and I have here in the side potato. I also forgot to add the onion and oil, so I'm gonna bring them later on. So the first thing I'm gonna do is making the dough. I'm gonna make one kind of bread. So I'm gonna need flour, any kind of flour you guys have. You guys can make whole wheat or like mixed half and half. So today I'm just adding the all-purpose flour. I'm gonna add yeast and baking powder. Also, I'm gonna add salt and a little bit of oil. And also here I have the water to mix. So just follow up with the steps. I'm just gonna be talking in Arabic, but you can follow the steps since I give already the ingredients. So the first thing I'm gonna do, I'm gonna make the dough and let it sit for a while. And then I'll come back and make the potato with the spinach. راني نسيت باش ما قلتش ما ضفتش الملحه، غنضيفها دابا مع الطحين ديالنا. المهم غير شويه الملح، زعما اللي غادي نحتاجه وصافي. هنا غادي نضيف شويه الزيت، شويه وهنايا غادي نضيف ديك الخميره، راكم عارفين خلاص شكون ما عارفش يدير الخمار. So I'm gonna mix everything together, and here I'm gonna add like not very cold, not hot, warm water. So the dough, I'm not gonna make it too hard, and it's gonna be like a little bit soft. ما خلاص عارف انت عجنوا المخمر، انا دابا غيوري كنقول للناس اللي ما عارفينش الناس ديال هنا ولا صافي. ها انتم العجينه ديالي راه واجده، دابا غادي نخليها حتى غتخمر، راه انا درتها جاريه كانني غادي ندير سفنج. المهم ها انتم شفتوا جاريه. So as you guys see, the dough is really sticking, but I'm gonna let it sit for like, as I said, an hour or two until it raises up, and then I'm gonna show you guys the next step later on. As you guys see, I'm gonna cut the onions. Thank you.
المهم غادي نقطعهم هكا طرونشيات رقاق وطوالين. المهم انا غادي نكمل دابا البصله تقطع وداك الساعات ونرجع معكم. ما غنستعملش البصله كامله، غنستعمل غير النص، لانها نتوما كما كتشوفوا راه فيه الخير والبركه. صافي دابا غادي نجيب ديك المقله فين غادي نبدا نطيب. صافي هنا غادي ندير فيها بحال هكا. صافو داك الساعات المهم غير كتفرستوها بحال هكا باش تجي راكم عارفين باش تطيب كلها. So I'm gonna add the oil. انا نضيف هنيت معاكم. So we just add the oil and then we let it fry until it's like golden brown and then I'm gonna show you guys what is the next step. So stay with us. هانتوما غادي نخليها حتى غادي تحمر لي هاد البصله تولي مذهبه وداك الساعات ونرجع معاكم. هانتوما دابا هاد البصله كتخليوها بحال هاد الطريقه حتى كتحمر. راه علاين دابا صافي. دابا غادي راه علاين غادي نمشي نقطع ديك البصله البطاطا، نقطع البطاطا وغادي نرجع معاكم. ها انتما راني قطعت دابا ديك البطاطا غادي نضيفها هنايا. ما كتنقصوش شويه من العافيه. صافي المهم كتبداو تقلبوا بحال هكا. دابا غادي نضيف ليها صافي. دابا غادي نقطع ديك مطيشه غنضيف لها مطيشه. صافي دابا هنايا غادي نضيف لها ديك مطيشه بحال هذا الشكل. هنا غير نضيفو مطيشة صافي. غير كضيفو ديك مطيشة ضروري خاص تبداو تقلبوها بحال هكا باش ديك مطيشة تكون من التحت. صافي دابا غادي نجيب ليها دوك البهارات باش هاد البطاطا يدخلوا فيها دوك البهارات. صافي دابا غنخلط كلشي باش هاديك البطاطا تنسم
راه غير البطاطا الا درتوها وصفه بحال هكا راه ما تشبعوش منها. هانتوما شفتوا هذا اللون، شوفوا معايا اللون. غادي نخليها بحال هكا. دابا غادي نسد عليها، غنضيف لها واحد القطيطره ديال الماء. هانتوما غير قطره. صافي غنخليها تشحر واحد شويه، داك الساعات باش غادي نبدا نضيف ليها هذوك السبانخ. المهم هانتوما غتشوفوا الطريقه. دابا غادي نسد عليها باش ديك مطيشه تذوب على خاطر. هانتوما دابا هاد المقله من قبيله اللي سديت عليها، حتى دابا عاد حليت عليها. هانتوما شفتوا ديك مطيشه راها كذوب. هانتوما حتى البطاطا ما كتاخذش زعما وقت طويل باش غادي تطيب، هي شويه في هاد الوصفه هادي خصيصا كتعكس شويه، لان راكم عارفين ديك دوك السبانخ. انا راه واقيلا غطيت الكاميرا بيدي. المهم ها نتوما انا غنجيب دوك السبانخ ونعاود نرجع. ها نتوما السبانخ انا جبت غير هادو، ولكن تقدو نتوما تستعملوا هادوك ديال الرباطي الا بغيتو تقطعوهم ممكن تقطعوهم. انا حيت غادي يذوبوا غادي ندير غير بحال هكا. هانتوما دابا واخا كيبان لكم هادشي كثير راه كيذوبوا ما كيبقاوش كثارين، وانتوما عارفين السبانخ والفوائد الغذائيه اللي فيهم، كلهم حديد وكلهم الياف وكل شيء. هانتوما دابا غادي نخلط غير شويه وغادي نسد عليها. دابا انا محيت كثير عندي هادشي، انا غادي نسد عليها. دابا غنسد عليها وغنخلي هاد السبانخ حتى يذوبوا شويه، غير ماشي يذوبوا زعما يطيحوا هكا، وداك الساعات نخلط باش ديك المرقه تخلط مع هذيك السبانخ وديك البطاطا، وداك الساعات منين غادي يذوب ليا ونرجع معكم. صافي دابا غادي نحل على هاد، هانتوما شفتوا غير غطيت عليهم هما دابوا راسهم. صافي دابا غادي نخلط. هانتوما شفتوا واخا ضفت دوك السبانخ كاملين قبيله هما تكمشوا ولا غير شويه. نقدر الا بغيت نزيد عليهم دابا شويه، لان انا بغيت الصراحه انا غنضيف عليهم شويه السبانخ اخرين اللي راه باقيين نيت عندي، غنضيفهم لان انا بغيت تكون السبانخ غالبه على هادشي. هما دغيا راه هانتوما شفتوا دغيا كيذوبوا، ولا نخليهم هكا. المهم هنخليهم هكا بعد، نخليهم هكا. انا في قاعده كندير هكا ونشم واش المذاق كاين ولا ما كاينش بلا ما ندوق. صافي هانتوما دابا غادي نضيف له هذا القزبور. هانتوما راه ديك البصله صافي، ديك البطاطا راها طابت والسبانخ حتى هما راهم طابوا. البطاطا صافي راه طابت، دابا ما غاديش نسد عليها البنات، غادي نخليها هكا محلول. الا كان كيعجبكم الحامض تقدروا ديروا بحال هكا، الا كان عندكم حامض فرجية هذيك ما كانش غير مهم بحال هكا، راه كيجي واحد الطعم فيها هائل. كما كتشوفوا العجينه صافي راه طلعت. دابا غادي نبدا باش غادي نطيب فيها، ندير دوك المخمرات ديالنا.
As you guys all see, it's really raised. So now I'm gonna start shaping it, and I'm gonna start cooking right now. So stay with us. بدي نطيب دوك المخيمرات. راني درت البوطه، درت المقله باش تسخن. هاني هنايا درت هذا الزيت بحال هكا هنايا باش نبقى، لان راكم عارفين داك العجينه صعيبه باش انني نبدا نقطع فيها. غادي ندوب هكا شويه صافي. غنجيب شي بحال هكا باش غادي نبقى نقلب بها شي مهم هكا يا. وهنايا غادي نبدا. المهم دابا غادي نسين غير باش غنسين غير هذا باش تسخن صافي، وغندير يدي بحال هكا في الزيت زويته صافي، وغادي نبدا نقطع في العجينه. المهم كدهنوا هكا يديكم باش ما تلصق لكمش ديك العجينه في يديكم. صافي دابا غادي نبدا نقطع بحال هكا العجينه، كديروا زويته بحال هكا. بحال هكا كديروا لديك العجينه ديالكم صافي. وغادي نبدا نطيب فيها دابا. المهم عندكم الاختيار انكم تقرصوا شي حاجه وداك الساعات عاده ديروها، اولا انا كنبقى ندير لها بحال هكايا. صافي وهنا في هذه المرحله ضروري خصني نغسل يدي من هاد الزيوتات ونعاود نرجع معكم. واخا خليته هكا غلط ماشي مشكل، غنسين عليها غير تطيب من الجهه الاخرى وداك الساعات غادي نقلبها. يلا كنخليوها غير شويه غير شويه كتولي بحال هكا بيضه باش منين تقلبوها كتجي مهم باش تجي خاويه من الداخل. غادي نستمر بهذه الطريقه، المهم حتى غادي يطيب لنا هاد العجينه. كما كتشوفوا البنات دوك المخيمرات ديالي ها هما وجدين وجدوا، وهنايا ها لاصوص ديالنا راه وجدات. صافي غادي نقطع بحال هكايا الشطريفات، نقادهم بحال هكا صافي. ها نتوما وهنايا كديروا ديك دوك السبانخ بحال هكدايا. المهم كديروا هاد الشيء بالطريقه اللي بغيتوا نتوما. وهنا غندير بحال هكدا وهكذا هكذا صافي. دابا غادي ندوز للاخر حتى هو. انا كندير هاد الطريقه غير باش بنيات ملي نحط ليهم ما يبقاوش يقول لك شنو هاد الشيء. هكا ملي تيكون شويه مزوق تيعجبهم. هكايا هنايا كتعجبني البنات، جربوها هادو ديال السبانخ. نتوما عارفين الاكثريه ما عرفتش انا الناس الاكثريه ما تيستخدموش هاد السبانخ واخا راهم مفيدين الصراحه. صافي هنايا غادي نضيف شويه السبانخ هنايا بحال هكا، وهنا غنضيف لهم هاد المخيمرات رجاو زويونين بحال هكدا. وبحال هكا نزيد واحد الطريف هنا صافي. وغادي نجيب واحد شويه ديال الحامض مصير، سمحوا لي واحد دقيقه نجيب واحد شويه ديال الحامض مصير ونزوق به هنايا هاد السبانخ صافي. ها نتوما صافي نزيد هنا شويه صافي. هنا غادي كما قلت لكم هنا غادي نضيف
شويه ديال داك الحامض مصير غير بحال هكا صافي. وهنا الا كانت كتعجبكم لاصوص حاره شويه تقدروا ديروا ليها بحال هكا يا صافي. وهذا الطبق ديالنا راه واجد. كنتمنى تكون عجبتكم الفكره ويمكن نتمنى ان الفكره تكون نالت الاعجاب ديالكم. وبلاتي نصور لكم الطبق ديالنا صافي راه وجدوا. كنتمنى ان هذه الفكره تكون نالت الاعجاب ديالكم. المهم تقدروا ديروها هكا في الليل بحال العشيوه ولا غديوه ولا اللي يعجبكم. نقول نخليكم انا هنايا حتى الفيديو قادم باذن الله. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نخليكم انا هنايا حتى الفيديو قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.